السلام عليكم. هلا والله بش عليك كيفك، عليك اعصابك شوي شوي. السلام عليكم، ما حلو. السلام عليكم، هيك جيد. اوكي، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من دوري الغضب. قبل ما ابتدي اضغط لايك، اشترك بالقناة، فعل زر التنبيهات، الاشعارات، كل الاشعارات يا شباب فعلوها، وانتسب اذا تحب تنتسب بالقناة، اذا انت بلد يدعم الانتساب اذا تحب يا صديقي. اليوم عندنا دوري الغضب والحلقة الرابعة او الخامسة، جولة العاشرة، اليوم ضد ريال مدريد وضد البي اس جي. بايرن ميونخ لحد الان ما جاي يقنعنا، لحد الان ما جاي نثبت على التشكيلة الصحيحة بهذا الدوري. طبعا الحلقة الماضية خسرنا ضد ليفربول، فزنا على تشيلسي بصعوبة، تعادلنا ويا الانتر. خلينا نشوف مركزنا. مثل ما تشوفون احنا بالمركز السابع يا شباب ب 15 نقطه، الفارق 6 نقاط على المتصدر يوفنتوس. الدوري ما منحزر، ممكن بهذه الحلقه جولتين راح نلعبها اليوم ممكن يتغير هذا الترتيب. خلينا نشوف منو بالمركز الاخير، ارسنال مع تشيلسي مع روما، ايفرتون ايضا مركز 15، كلهم مهددين هذولي الاربعه. اليوم مباراتنا ضد البي اس جي وضد ريال مدريد. البي اس جي اتوقع اليوم نفوز عليه ان شاء الله، وريال مدريد ايضا اليوم واحده من اصعب الحلقات يا شباب. متصدر هدافين كريستيانو رونالدو، الثاني عندنا ليفاندوسكي، عندنا هدافين يا شباب جاي نسجل، بس بنفس الوقت دفاعنا ضعيف للاسف. افضل صانع العاب رابيو، 4 اهداف مع دوغلاس كوستا. اليوفي الصراحه جاي يقدم موسم اسطوري، اليوفي يقدر يتعامل بهذا النوع من الدوريات سبب دفاعهم القوي. ثاني شيء يا شباب عندك كريستيانو رونالدو. قبل كل شيء لازم نخلي دفاعنا ما يستقبل اهداف، فنضبط دفاعنا وراح العب بالخطه كثير يا شباب، اريد اضبطها بشكل يخلينا ننجح بالفوز. اهم شيء الدوري، يعني اليوم اذا خسرنا اتوقع خلاص راح تكون صعبة علينا انه ناخذ اللقب. يعني ما اقدر اسوي اكثر من هذه الخطة، بس نحاول ان شاء الله اليوم نفوز على ريال مدريد. طبعا جاي نلعب على صعوبة اسطورة مثل ما تعرفون، ما اعتقد بحاجة الى اثبت الصعوبة. خلينا نروح مباشرة لمباراتنا الاولى. بس عندنا كوريسكا ما جاهز ننزل توليسو، لوكا هرنانديز جاهز فول فراح اخليه يشارك الشوط الاول، الفونسو ديفيز ممكن انزل الشوط الثاني. المباراة الاولى ضد ريال مدريد بالسانتياغو برنابيو على ملعب المرينجي. يا عمري ان شاء الله نقدم مباراة ممتازة وان شاء الله الفوز، لا شيء غير الفوز بهذه المباراة. لحد الان عندنا خسارتين بهذا الدوري، ضد ليفربول وخسرنا ايضا ضد اي سي ميلان. ريال مدريد بقيادة كريم بنزيما، واكيد البافاري بقيادة مانويل نوير. يلا بسم الله، بداية المباراة ان شاء الله اليوم على الاقل نوصل للمراكز الثلاث الاولى. اذا فزنا مباراتين اتوقع راح نوصل بالراحة، لان منافسة قوية بين اللاعبين بين الاندية البقية، وان شاء الله اليوفي يتعثر اليوم، ان شاء الله يخسر خسارتين يوفنتوس. امسك 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 نوير. اوه كانت كرة خطرة يا نوير. شباب سبب العب مباراتين حتى ينزل لكم مقطعين باليوم. دير بالك دير بالك دير بالك، هازارد هازارد، لا خلص يا سلام. كيمخ، هو يقول اسمي كيمخ. اوكي اسمك كيمخ، نقول لك كيمخ، ما عندنا مشكلة. احنا شو تقول اسمك نسميك بالاسم اللي تقوله. رودريجو مرت مرت، ريال مدريد افضل بكثير من عندنا. لا لا، شوف الدفاع شوف الدفاع، هاي المشاكل الدفاعية اللي اتكلم عليها يا شباب، هذه هي. الله الله يا سلام على ابا. اوكي لوكا هرنانديز، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خلصها. الا المرور الا المرور بهذه السهوله، الا المرور. يا سلام نوير، يا سلام يا سلام، روح يلا ليفا ليفا ليفا. ليفاندوسكي ليفاندوسكي انطلق سريع سريع. اصلا جنابري جنابري انت سريع، جنابري جنابري، خليت ليفاندوسكي وحده يا جنابري. الله 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 الله، ارجع الثانيه يا سلام، العب. والله السبب كله بهذه الهجمة يا شباب جنابري، ما انطلق صحيح، المفروض هو اللي يخلصها مع ليفاندوسكي. ليفا ليفا يلا جنابري، ليفا جنابري، يا سلام يلا يا ولد. بلنتي، والله جانا بلنتي من لا شيء يا شباب، حلو، اهم شيء جانا بلنتي. بس الصراحه انا كنت يعني ما اعرف ليش تمررت، المفروض هذه تسويبه، هذه تسويبه بالراحه، خلاص صوب ايش تنتظر. اوكي حصلنا على بلنتي، ضربه جزاء اثر تدخل كورتوا، ان شاء الله جول جول يا شباب. يلا 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 يلا، يا سلام، هي يا حبيبي، هي هي يا عمري، هي يا سلام. ليفاندوسكي هسه لازم نحافظ، 3 نقاط ثمينه من السانتياغو برنابيو. دير بالك، الله 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 ياخذك يا كلب. تلقى هدف بهذا الشكل، خطأ دفاعي، بعيدها يا مصطفى، خلصها يا مصطفى. سولي عنده ثقل يا شباب، انا لاحظته حتى بالاونلاين من العب، سولي ثقيل. شوف شوف شوف، لا بس هم المفروض راسا اخلص الكره وبعدها، ليش الشوط اول واحد كل هدف؟ صراحه اخطات بي انا، ما اعتقد راح نقدر نسجل هدف بعد على ريال مدريد، صعب جدا صعب انه نسجل بعد على ريال مدريد بملعبه. يا سلام، هي هي هي
لا يا جنابري، لا يا جنابري، لا سولي، سولي مرت كرة بنزيمة. يا الله كريم كريم كريم، لا يا سلام نوير، اوه كيف خلص الكرة ما اعرف يا ولد. نزلت كومان بدل ثانية وغيرت التكتيك يا شباب، شوي لعبت بالتكتيك، خلينا نحاول بس نغير النتيجة بس ان شاء الله ما يجي هسه جول. الله 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 الله، الليفا وين الليفا راجع؟ شباب شباب شنو هذه يا ولد؟ يلا صعدوا 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 صعدوا، روح روح جنابري جنابري. اه الليفا شنو حكم؟ اوكي العب ليفا. كيف ضاعت هذه الكرة يا ليفاندوسكي؟ لا يا شباب تعادل تعادل، يا الله على هذا الدوري، يا رب يا رب. بالمقدمة كلهم إن شاء الله خسروا، بنزيما أفضل لاعب، اللعب لازم يكون أفضل، لعبنا جدا سيء للأسف. اليوفي خسر جيد، البي اس جي فاز أيضا جيد يا شباب، لأن دورتموند بالصدارة، البي اس جي بالمراكز الأخيرة، فهذا أيضا مصلحتنا. ليفربول خسروا، ما شفنا باقي النتائج. يلا يلا خلينا نشوف ترتيب. أوكي احنا نتراجع على المركز الثامن، الفارق يبقى 6 نقاط او 5 نقاط، 5 نقاط بس عن المركز الاول، جيد ما يخالف، مدام الدوري بهذا الشكل يا شباب ممكن نرجع. اذا فزنا بمباراتنا ضد البي اس جي راح يصير عندنا 19 نقطة، يعني احتمال نوصل للمراكز الاولى الثلاث. اوه ما جاهز جنابري، نزل كومان. الابا ايضا ما جاهز، ينزل بواتينج ما عنده مشكلة. خلاص اعتقد هذه التشكيلة راح نلعب بيها، بس ممكن نغير شوي بالهجوم. والله نلعب على الاستحواذ، تمريرة قصيرة لازم نلعب على الاستحواذ، يعني شنو نلعب غير الاستحواذ؟ شباب خلينا نسوي تيكي تاكا، راح العب على التيكي تاكا هذه المرة. لايك يا صديقي اذا تريدني استمر بهذه السلسله. هسه مباراتنا ضد بي اس جي بعد مباراه ريال مدريد، خلاص ما نطولها، نروح مباشره للمباراه، المباراه الاخيره بحلقه اليوم ان شاء الله، مباراه الدوري. يلا الدوري كيف بعده الدوري؟ كيميتش يلا العب حلوه. مولر 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 مولر، يا سلام اصعد اصعد. يلا يا شباب روح، ثانيه عدي يا ولد، بعده هي يا مولر بعدي. كومان يا سلام كيميتش، لا لا يا حكم، اذا شوف وين الخطا، وين الخطا يا حك، ما ادري بيها وعليها يا شباب، بس لانها يلا ماشي فاول. لا حلوه نوير، والله نوير جاي يخلص كرات اسطوريه. العب 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 طويله، يا سلام الفونسو، ديفيز ديفيز ديفيز، عرضيه هي الليفا، توصل كومان، لا 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 لا, لا بعدي، يا خذه يا ولد مولر، هي 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 هي، خطأ 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 وجول، يا سلام. شوف الكرة هذا منه، كوريتسكا حلوة حلوة حلوة، راح بيها وين رايح، وين يا حبيبي هذا مرواك. طبعا هذه المباراة عكس مباراة ريال مدريد، هذه على ملعبنا، مباراة ريال مدريد كانت بالسانتياغو برنابيو خارج ملعبنا. دير بالك، ارجع 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 ارجع، يا سلام كوريتسكا، اضغط عليه لا تنطي مجال يعرض، ياه العب يا سلام الفونسو، ديفيز الى ثانية، يا سلام هي هي هي، لا 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 المفروض تلعب على الارض يا مصطفى. ليفا يا ولد، هي هي، كيف خلصها نافاز، سيطرة بالكامل. ان بالشوط الاول كانت هناك فرصتين لباريس سان جيرمان، يا سلام العب على الطرف، هي كومان، ليفا يلا يلا اصعد 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 يا ليفا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ادخل ادخل ادخل، العب تمريره هي جول 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 جول. لازم نلعب على طريقه التيكي تاكا دائما يا شباب، تمركز الفريق اماكنهم، حتى ثانيه تالق، ثانيه اللي كان هواي مباريات ما يؤدي وما نشوفه اليوم تالق بشكل واضح وسجل هدف. شوف ليفاندوسكي سوى تمريره حلوه، يعني هي تعتبر شوف هجمة مرتدة، بس كان اكو فرص خطرة، انه كان اكو استحواذ. انه يا شباب اعتقد افضل طريقة هي ان نلعب على التيكي تاكا، هذه خطرة 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 هذه خطرة، خلص يا بواتين، يا نوير. نيمار نيمار سهلة سهلة بيد مانويل نوير، ما سوى التغييرات والسبب ما خرجت الكرة. العب يا سلام ليفاندوسكي، هي خلاص بالثلاث. شوف يا شباب بعد هذه المباراة إن شاء الله إثبات للصعوبة، مباراة صعبة وتفوز 3-0 على البي اس جي، هذا بسبب التكتيك أكيد، وكنا خطأ امين بالخطة، وقلت لكم عندنا خطأ بالخطة وبالتشكيلة. خلصها، دير بالك دير بالك يا بافار، يا سلام كيميتش كيميتش، يلا يا كيميتش يا كيميتش، خطرة خطرة خطرة، لا شباب ضربة ركنية، خطرة سهلة سهلة بيد نوير، خلاص المباراة على وشك أن تنتهي يا شباب. الكرة عند مولر، العب على الطرف،
يا سلام، ارجع يا عمري لهذا اللاعب اللي نزلته بدل ليفاندوسكي، خليه يرتاح اللي خلاص صافرت الحكم. خلاص يا شباب ما راح اقطع الصوره لحد ما تشوفون الصعوبه اللي جاي نلعب بيها. باريس سان جيرمان انهاروا بهذه المباراه واخذنا 3 نقاط على ملعبنا. ان شاء الله راح العب كله بالتيكي تاكا من الحلقه القادمه، وراح نشوف هل هناك تغيير ام هذا مجرد حظ. ليفاندوسكي هو كان افضل لاعب بهذه المباراه. اوكي باقي النتائج. اليوفي فاز 3-1 على بوروسيا دورتموند، اتلتيكو مدريد فازوا على ريال مدريد، السيتي فازوا على برشلونه، باقي المباريات توتنهام فازوا على ليفربول 3-0 يا الله، يونايتد فازوا على تشيلسي، والانتر فازوا على ايفرتون، وارسنال تعادلوا ويا مارسيليا، والميلان خسروا ضد روما. فخلينا نشوف الترتيب بعد. اوكي اليوفي يقوم بالمركز الاول، اليوفي هو اكبر منافس لنا يا شباب بالبطوله، قلت لكم بسبب اول شيء قوه دفاع الفريق، ثاني شيء يا شباب ولو متلقي 15 هدف والله قوه هجومهم يا شباب بسبب وجود كريستيانو رونالدو. الصراحه هم وتوتنهام اقوى هجوم بالبطوله لحد الان، احنا ثالث اقوى هجوم، يعني جبار هجوم اليوفي الصراحه. المهم حلقه يعني الفارق مو كبير، ترى 5 نقاط الفارق بس، يعني ممكن ناخذ الصداره يا عمري. ليش احكي ما ادري. يلا خل نروح ونشوف الصعوبه. اوكي الادارات العامه يا شباب مثل ما تشوفون اسطوره مثل ما وعدتكم، ما اغيرها باذن الله لحد ما نخلص هذه البطوله ونسوي بطوله اخرى بفريق اخر اذا استمر الدعم واذا ضغطت السلاك يا صديقي. ليفاندوسكي يصدر كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني، والله جيد الليفا، جيد يا ليفاندوسكي، ان شاء الله انت اللي تكون هداف البطوله، صانع الاهداف مات بالصداره. مولر مركز ثاني، مولر اسطوري ايضا. الحلقة القادمة حلقة القمم يا شباب، بوروسيا دورتموند وأيضا عندنا يوفنتس يا حبيبي. إذا فزنا على اليوفي راح يتقلص الفارق إلى نقطتين بيننا وبين يوفنتس، بعدها أتلتيكو مدريد الحلقة اللي بعدها إن شاء الله، توتنهام أيضا. والله جيد يا شباب، المباريات القادمة صعبة جدا، إذا تردون الحلقة تنزل بأسرع وقت ضغطوا لايك اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات. وصل هذا المقطع أكثر من 3000 لايك، شكرا للمشاهدة هذه اللحظة، لا مو 3000 لايك يا شباب، المقطع هذا لازم يوصل أكثر من 4000 لايك، خلاص 100000 مشترك وبعدنا على 3000 لايك. فلايكاتكم يا شباب ضغطوا لايك حتى استمر بالسلسله، وانزل لكم ان شاء الله حلقه اسرع واسرع. خلاص يا مصطفى روح كافي، ان شاء الله مقطع بالليل باذن الله، في امان الله.